تعالوا نعمل صينية بقلاوة خطيرة. طبعا كلكم عارفين البقلاوة دي ملهاش حل. أول حاجة هحتاج أعمل الشربات بتاع البقلاوة، بيكون تقيل، كوبايتين سكر وكوباية مية على النار. أول ما يغلو كده نحط عصرة ليمونة ومعلقة صغيرة من الفانيليا ونقلب ونسيبه يغلي على نار هادية لمدة 5 دقايق. بعد كده نسيبه على جنب يهدى ويبرد، وفي كسرولة تانية نحط كوباية لبن كبيرة ساقعة عليها معلقتين كبار من النشا، وندوب النشا في اللبن ونفتح النار، بقى هنلاقيه تقل كده وبقى عندنا كريمة، نسيبها برضو على جنب تبرد. ومحضرين بقى ايه؟ الجلاش. لف الجلاش والصينية اللي هنعمل فيها البقلاوة وسمنة سايحة، وندهن الصينية ونبتدي بقى نحط رقات الجلاش وندهن. انا بقيت احط كل رقين مع بعض وادهن واقفل عليها كده وادهنها كويس قوي خصوصا في الاطراف. عملت نص كمية الجلاش كلها ودهنتها، وبعدين هنحط بقى الكريمة وهنوزعها بالراحة من غير ما تلمس الأطراف، ونرجع تاني نكمل بقية رقات الجلاش بنفس الطريقة برضو مع الدهن. وفي الآخر خالص بقى رق الجلاش اللي على الوش ده هنسويه كده ونقطعه علشان يبقى شكله حلو، وهنديها دهنة برضو كده على الوش ونبتدي بقى نقطعها. قطعوها اي حاجة براحتكم. انا بعد ما قطعتها مثلثات قلت انا هعمل عليها شكل كده من فوق، بقيت عاملة عليها من فوق مربعات كده صغيرة بس مش واصلة لغاية الاخر، على الوش بس زي ما انتوا شايفين، بتدي منظر حلو في الاخر كتغيير يعني. لو معرفتوش تعملوها اعملوها اي حاجة. فرن سخن درجة حرارة 200، خدله تقريبا 25-30 دقيقة. بصوا العسل تقل ازاي بعد ما برد، بقى خطير. ده بقى اللي يخلي البقلاوة مقرمشة. وقطعت بقى مثلث البقلاوة، يا نهار ابيض، مش قادرة اقول لكم يا جماعة لذيذة ازاي، خطيرة حلوة قوي. ما بحبش البقلاوة اللي بتبقى بالمكسرات، بتوجعلي سناني بصراحة، لكن اللي بالكريمة دي عظمة. وشربت معاها شوية شاي كرك، جربوها.